السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في حصة جديدة. دائما في التحضير لشهادة RCSI. اليوم حصة اليوم إن شاء الله راح تكون خاصة للستوريج مانجمنت. أوكي، كيف نتعامل مع الأقراص الصلبة كما تسمى باللغة العربية، ولا الديسك باللغة الإنجليزية. الشيء الأول اللي نبدأ به أنه في لينكس بصفة عامة كل شيء فيه مبني على كلمة فايل. شو معناتها؟ معناتها كل محتويات السيرفر ولا الديسكتوب ولا اللابتوب يشوفها السيستم على أنها فايل، يشوفها السيستم على أنها فايل. أوكي، معناتها إذا تحدثنا على لوحة المفاتيح مثلا كيبورد هي فايل، الشاشة فايل، نفس الشيء بالنسبة للديسك. اوكي، وكل البريفير لما نتحدث على الديفايسز تكون محطوطة على السلاش ده. اوكي، بتسميات مختلفة. اليوم ان شاء الله راح نشوفه التسميات المتعلقة بالديسك. اوكي، اسماء الديسك بتكون على الشكل التالي، يا اما تكون سلاش داف اتش دي، اوكي، وشيء معاها. لما تكون سلاش داف اتش دي وشيء معاها، قادر تكون سلاش داف في دي وشيء معاها، قادر تكون سلاش داف ان في ام اي وشيء معاها، وفيه انواع اخرى. هذا متعلق بالهارد ديسك. هارد ديسك ومعنتها اش دي. اوكي، الاس دي متعلق بكل ما هو ساتا، حتى الاي اس بي. اذا كان عندك مثلا ديسك ميموري ولا ديسك اي اس بي اكسترنال ديسك يشوفوا بالاس دي. الفي دي معناتها فيرتوال. اوكي، معناتها فيرتوال، هذا اذا كانت عندك فيرتوال ماشين واعطيتها الديسك على شكل فايل. والان في يو هي اخر صيحه للديسك، اللي هي تكنولوجي NVM. اوكي، هنا نقدر نشوفه مثلا SSD يدخل هنا، USB يدخل هنا، هنا يا شيء. وفيه حتى في الفيرتوال في حاجة تانية اللي تبدأ بال XD وخاصة بس بالجزان سيرفر. اوكي، هذا نوع تاني من الفيرتواليزيشن. اوكي، نوع تاني ولا تيب آخر من المحاكاة. المهم احنا عندنا الأكثر استعمالا حاليا هو الـ HD والـ VD وأنواع أخرى. أنتم اللي يهمكم في التحضير حاليا هذه هي الـ SD والـ VD. مثلا الـ SD لم يعد مستعمل حاليا في الـ. أوكي، هذا الشيء اللي يخليكم تتعاملوا مع يكون عندكم نظرة على أنواع الأقراص الصلبة اللي عندكم. في شيء ثاني، بعض الأحيان لما نتحدثوا على الديسك نتحدثوا على شيء ثاني معه، اللي هو SD. مثلا A S D B، وهذا معناتها الكنترولر، معناتها أي ديسك
physical disk، عن أي ديسك أتحدث. بعدها يأتي رقم، هنا قادر يكون 1 2 3، وهذا رقم البارتيشن، معناها إذا أخذنا هذا هو الديسك، هذا هو SDI، ولما نعمل له بارتيشن هذا SD1، هذا SD2، وهذا الشكل يكون تقسيم الديسك. اوكي، الأوامر الأكثر استعمالا في التعامل مع الديسكات هي كالآتي: عندكم للتقسيم F disk partition ولا part، اوكي، وفي حتى G part اللي يكون graphical، فيه LS BLK وفيه BLK ID، هذه تعمل لك listing على البارتيشن، وبها تعرف كذلك البارتيشن اللي تم تحضيرها عن طريق الفايل سيستم. فيه كذلك DF ديسك فري والدي اي ديسك يوز. اوكي، كل هذه الكوموند عند يمكن تستعملها مع الكوموند الأخير اللي هو الماونت، اللي يخليك تتعامل مع البارتيشن وتستعملها في السيستم. الاستعمال دائم نستعمله الفايل FS، طب معناتها إذا استعملت ماونت في حالة إعادة تشغيل الجهاز راح يروح هذاك الأكسس. وش معناتها الماونت؟ خلينا نشوفه هنا معناتها الماونت. احنا من المفروض عندنا الديسك مقسم على الروت، بعد تجي اول منطقة أو الليفل، فيه الهوم، فيه الداف مثلا، فيه الاي تي سي، وفيه أشياء أخرى، وهذا فيه أرى السياسة، وفيه ديمو، وفيه الطريقة الوحيدة في لينكس علشان تدخل على أي بارتيشن لازم تربط هذا البارتيشن مع أي فولدر على الفايل سيستم. معناتها لما ندخل على الداتا الفولدر داتا كأني دخلت على الاس دي اي 1، على الاس دي اي 1 عاودوا، معناتها في لينكس ما كانش الاحرف المستعمله مثلا في الويندوز دي سي، هنا الاكسس يكون عن طريق فولدر، وتعمل ربط بين الفولدر واسم البارتيشن باستعمال الماونت، باستعمال الماونت. الآن طريقة استعمال الديسك تبدأ أولا بالتقسيم، أوكي، ثانيا تعطيه فايل سيستم، اوكي، وثالثا تستعمله عن طريق الماونت. هذه الطرق اللي نستعملها علشان نتعامل مع اي ديسك. نروح الان على التطبيق نشوفوا كيف نطبقوا هذه الاوامر. اوكي، الشيء الاول اللي نشوفوه انه اذا عملت سلاش داف في دي هيك راح نشوف كل الديسكات من نوع virtual، اوكي، من نوع virtual. واذا قرينا الريزلت هذا، النتيجه هذه كيف نقراها، اني عندي الديسك الاول
والديسك الثاني، معناتها عندي اثنين من الفيرتوال ديسك كل واحد فيهم، والثالث هو في دي سي والثالث هو الفي دي سي، معناتها عندي في دي اي في دي بي في دي سي. ومن القراءة نتاع هذه النتيجة معناتها أنه حاليا في دي بي والفي دي سي ما فيهم أي بارتيشن، مش معناتها أنه غير مستعملين، لكن حاليا نقراها أنه ما فيهم ولا بارتيشن. راح نشوف إذا عندنا اس دي ما فيه، إذا عندنا اس دي ما فيه اثنين ما حاطين عليهم ولا شيء ان في مي. وهذا شو عرفت به؟ عرفت به باللي أنا هذا الجهاز فيه خمسة نتاع الديسك، فيهم ثلاثة فيرتوال واثنين من نوع ساتا، ثلاثة فيرتوال واثنين من نوع ساتا. النتيجة الأخرى اللي نخرج منها من هذا هذا الديسبلاي هو أنه فيه فقط ديسك واحد اللي تم تهيئته وتقسيمه اللي هو الفي دي اي. عشان تشوف هذه بطريقة أكثر تنظيم، نعمل اس ال اس بي ال كي ليست بلوك. ليست بلوك راح نشوف أنه عندنا اس دي اي اس دي بي اسر، هذا هو الدي في دي اوكي، وهذا الفي دي في دي بي وفي دي سي. وهنا نقراوها انه مثلا حاليا اذا قرينا هذا حتشوف انه فدنا 1 جيجا من 10 اعطيناها، معناتها البارتيشن في دي اي هو يمكن الوصول للمحتوى نتاعو عن طريق سلاش بوت، والمحتوى نتاع الفي دي اي 2 ادخل فيه نوع ثاني من البارتيشن ولا نوع ثاني من التقسيمات اللي هو ال في ام. من بعد نشوفه هذا، ما يهمنا الان، هذا اللي يهمنا هو ستاندرد بارتيشن. احنا حاليا عندنا اثنين فارغين من نوع ساطع واثنين فارغين من نوع، اذا شفت وراهم اللي فيهم فايل سيستم ندير بلك اي دي ونشوف انه في دي اي هذا الاي دي تاع، وهذا احسن في الماونت نستعمل الاي دي لانه ما يتغير. اوكي الاسم هذا قادر يتغير اذا غيرنا موقع مثلا موقع الديسك، لكن هذا حتى لو تغير موقع الديسك في السيرفر يبقى نفسه، لان هذا الاي دي يديه نعطيه للبارتيشن وقت تحضير الفايل سيستم. اوكي هذا الثاني اوكي اسهل. اوكي تايب ايزو معناتها ديسك دي في دي روم مثلا، هذا تي ناس، وعندك الفايل سيستم اللي متطبق عليه. احنا ما يهمنا هذا الان، راح نشوفه من الصفر كيف نحضره بارتيشن وكيف نتعاملوا مع الدي اف ماينس اتش، تعطيكم نظره عن استهلاك المساحه في التخزين. استهلاك مثلا الروت حاليا عنده 8 جيجا مستعمله فقط 4.2 والباقي 3، وعندكم النسبه المئويه الخاصه بالاستعمال، ونفس الشيء بالنسبه لي. الشيء الآخر هي سودو سيستم، ما بيهمنا هذه، اللي يهمنا هما هادو اثنين. حاليا تشوفوا أنه عندنا فقط اثنين، راح نستعملوا اف ديسك مثلا. واحد يقدر يستعمل بارتد سين، نفس الشيء تعطيه نفس، نقدر نستعمل ماينس ال في دي اي مثلا، تعطيك نظرة عن الاستعمال ولا نظرة عن الديسك هذا مساحته الإجمالية بالبايت، كذلك عدد السيكتور اللي فيه
واليونيتي المستعملة هنايا في السيكتور. التيب نتاعو هو الدوس، معناتها كاين اثنين من البارتيشن، وهذا يسموه بارتيشن شكيما. البارتيشن قادر يكون دوس ولا قادر يكون جي بي تي ولا قادر يكون جي بي تي. خلينا نرجع هنا نفهمكم شوية على الفرق بينهم. لما ناخذ تيب تاع البارتيشن، اوكي، هي اصلا البارتيشن اصبح الاستعمال تاعها كثير لعدة أغراض، منها إمكانية أن يكون عدد كعدة أنظمة تشغيل، يكون عندك مثلا سواب ميموري حاطه في بارتيشن وحده، تعمل ليميتيشن على الديسك لليوزرز، عندها عدة استعمالات. قلنا عندنا اثنين، عندنا الام بي اللي هو تشوفوه تيب دوس، وعندنا جي بيتي. اوكي، المشكل انه هذا نوع من البارتيشن تاريخي، لانه اول اللي استعمل هذا هو اي بي ام على ما اظن في 1980. اوكي، ومربوط بالبيوس، مربوط بالمايكرو سيستم بيوس. المشكل اللي عندي فيه اوكي، المشكل اللي عندي فيه هو انه اولا ما عندك البوسيبيليتي انك تعمل اكثر من 4 ستاندرد بريمري بارتيشن. اوكي، 4 من بارتيشن من نوع primary. اوكي، هذا اقصى حد. اوكي، ثاني، اذا حبيت تزيد partition من نوع logical، هذه الحالة لازم تستعمل نوع ثاني من partition اللي هو extended. اوكي، معناتها اذا حبيت تعمل logical partition راح تصبح عندك الحكاية 3 هنا ماكسيموم، وهنا واحدة، 3 ماكسيموم، ومنها هذه يكون عندك فيها في التسميات بعد اي بي سي، عفوا، 1 2 نوع رمز البارتيشن يبدأ من 1 2 3، وهذه تكون 4. اللوجيكال بارتيشن تبدأ من 5، اللوجيكال بارتيشن تبدأ من 5. هذا شيء ثاني، الماكسيموم تاع كل البارتيشن اللي يمكن نوصل له هو 15 بارتيشن، مستحيل اكثر. اذا كان عندك امبير سكيم. اوكي، الشيء الثاني في الليميتيشن هو انه الداتا مثل في هذا السيستم ب 32 بايت. اوكي، هنايا المعلومات مخزنه على في 32 بيت فقط. باستعمال 32 بيت معناتها انه السيستم النظام يمكن انه يعمل ادرس فقط ل 2 تيرا على الاكثر، معناتها بالامبير مستحيل انك تستعمل ديسك فيه اكثر من 2 تيرا، معناتها اذا كان عندك 4 تيرا ما راح يشوفه اصلا، يشوف 2 تيرا. شو لازم تدير انت؟ لازم تقسمها. هذا مثلا نوع ولا غرض من اغراض التقسيم. اوكي، ما راحش نزيدو اكثر، هادو اكثر
هنا كي رحنا للجي بي تي، هذه الحكاية تاع أربعة أصبحت من الماضي، لأنه في الجي بي تي تقدر تعمل 128 بارتيشن ستوند بريمري بارتيشن، معناتها حتى حكاية اللوجيكال ما راح نشوفها. أوكي، ما راح ما عندي حاجة به. هذا الشيء الثاني. الشيء الثاني بارتيشن، الشيء الثاني هو أنه في الجي بي تي التقسيم يكون بال 64 بيت. 64 بيت معناتها أنك يمكن تروح لثمانية زيتا بيت، ولا نقدر نقول ثمانية مليون ولا مليار تيرا، بس باش يكون عندكم فكرة عن الاستعمال نتاع الاستعمال نتاع جي بي تي، وهو الأكثر استعمال الآن. ويجي مع اليافي اللي هو نوع ثاني من الميكرو بروجرام اللي يكون عندك لا الديسك كامل كيش بارتيشن، الديسك كامل يوصل لثمانية زيتا بيت. وش الغرض من ثمانية زيتا بيت في البارتيشن؟ اوكي، نرجع على التطبيق الآن وراح نشوفوا كاش نتعاملوا مع البارتيشن، نشوفوا كاش نتعاملوا مع البارتيشن. اوكي، قلنا شفنا اف ديسك، ممكن نستعملوا اف ديسك وممكن نستعملوا بارتد. بارتد بالعكس تعمل داف في دي اي وتعمل برينت عوض انك تعمل الماينس ال بالنسبه للاف ديسك. اوكي، ويمكن تستعمل هذه الانتراكتيف، تدخل بالبارتد وتشوف مثلا ندخل بالبارتد سلاش ندخل اف ديسك في البدايه في دي اي ونعمل بي ونشوف به. اوكي، نفس الشيء يمكن تعمله بارتد لكن الأوامر تتبدل. أوكي، هنايا تتبدل ترجع برينت. أوكي، هذا سي فيما يخص التعامل مع، راح نشوفه كيش نعمله بارتيشن مثلا على أول في دي بي اللي عندنا فاضي. أوكي، حاليا إذا عملت بارتيشن راح يقول لك أنه ما في حتى بارتيشن. نيو، لما تعمل نيو راح يقول لك التيب نتاع البارتيشن، تايب نتاع بارتيشن اللي هو بريمري، ويقول لك ان عندك اربعة فري حاليا، فيهم المستعمل من البريمري والمستعمل ولا اكستندر. اوكي، اكستندر وش معناتها؟ معناتها هي اللي راح تحتوي اللوجيكال بارتيشن. ندير انا بارتيشن بريمري ويقول لك اعطيها رقم، حتى الرقم انت حر فيه من واحد لاربعة خليه احنا الديفولت. هنا هذه بداية، من الاحسن الفيرست سيكتور خليه كما هو. الشيء الثاني اللي راح تعطيه هو لاست سيكتور، ولا من الافضل انك تمد السايز باستعمال اليونيت. اوكي، مثلا اعطيته 200 ميجا. إذا عملت بارتيشن راح تشوف أنه عندي، علشان أعمل سيف على العمل للحفظ دبليو، لازم نتأكد الآن ألس بيلكا حتشوفوا أنه، لكن بعض الأحيان بعض الأحيان نكون مضطرين أن نعمله بارت بروب على عليه. علاش؟ لأنه إذا ما ظهر هنا معناه حاليا
ما شافوش السيستم، بس شوفوا الحاجة اللي يشوفها السيستم جاية في البارتيشن هنا، هذه اللي راهي في الميموري. إذا ما خرجت معاك هنا البارتيشن، معناها حتى لو شتها هنا ما عندها حتى معنى. لازم تقوم ب بارت بروب من أجل إعلام النظام بالتغيير الجديد في السيستم. حاليا هيك راح نشوفه، يعني نضيف ثانية نيو، وهذا المرة مثلا راح نخليه extended. اوكي، واكستندد من الأفضل تكون آخر. اوكي، بلس إذا عملت باي راح تشوف أنه عندك حاليا extended ورقمها 4. لعلاقة سمير مع تشار الديسك. تشار الديسك لا له علاقة مع البارتيشن. تشار الديسك كونسبت آخر. خلينا في البارتيشن. إذا عملت نيو حاليا راح تشوف أني تبدلت عندي هنا الاختيار وأصبح لوجيكال، لأني رد يقول لك أنها راح تكون من بداية من رقم 5، وهنايا extended primary وقال 2. راح نديرو لوجيكال. خلينا نشوفو كل الأنواع. نعمل راح تشوف اللي حطاها 5 مع أنه في 2 و3، وما أعطانيش أصلا الاختيار أني أختار بين الواحد والاثنين. ما أعطانيش الاختيار بين الواحد والاثنين وثلاثة، راح مباشرة 4. أعمل هك، أتأكد من بروك بارتيشن، راح نشوف أنه ضافهم هنا عندي عادي. ألس بي الكا حتشوف أنه عندك شيء جديد بارتيت. أوكي، والإكستندد راح تشوف أنها عندها 1K size. هذه معناتها كيفش نقراها أنا بالألس بي الكا؟ أنها extended partition. لما نعمل بي الكا اي دي راح تشوف أنه فيه 1 وفيه 5، لكن فيهم بس البارت اي اي دي، ما عندهم اي دي، عندهم بس البارت اي دي وما عندهم فايل سيستم. معناتها أنهم حتى الآن هذا البارتيشن ما تم استعماله، ما تم استعماله. راح الآن كيف تستعملهم؟ شفنا كيف عملنا البارتيشن. علشان تستعملهم لازم تعمل mkfs. إما تعمل mkfs minus e مثلا xtig 4، ولا مباشرة تندل بوينت ودير تابيلاسيون، وهذه كل الفايل سيستم المتاحة لك. أوكي، خلينا نديروها XFS مثلا على الدف VDB 1. اوكي، اذا عملت بالك اي دي من جديد راح تشوف انه تغيرت واصبح عنده اي دي واصبح التيب هو، لكن هذه تبقى دائما غير مستعمله. شفنا الستيب الاول ولا اللي هو التقسيم، شفنا التهيئة دي بالأمكا أفاس، والثالث راح يكون الماونت. الماونت ولا كيف ندخل هذا البارتيشن. الحاجة الثانية لازم تعمل ديسك، ماذا نخليه في دي بي هذا بارتيشن، ونعمل ماونت مباشرة على dev vdb 1 على partition. اوكي، اذا عملت
آلاس بيلكا الآن راح تشوف أنها أصبحت مستعملة من طرف. إذا عملت آلاس على ديسك هاك راح نشوفه باللي ما فيها شيء، نعمله فيه فايل نسميه ديمو بارتيشن ونعمله آلاس من جديد. إذا عملت amount معناتها راح أفصل البارتيشن ولا الديسك من السيستم على slash dev vdb one، ولا تحط الفولدر اللي عملت عليه نفس الشيء. إذا عملت ألاس على ديسك حاليا راح يقول لك أنه ما في شيء لأنه أرجع فولدر عادي في الفايل سيستم تاعك. طب بعد الماونت أصبح أكسس لديسك اللي اسمه VDB1. لا آدم أنا قلت لكم هذا الحصص هي موجهة للتحضير لشهادة الرصياصة. المعلومات اللي نعطيها هي المعلومات اللي تنفعك أنك تعرفها كي تكون رايح للرصياصة. هذا مش تقسيم، مش كورس معمق نتاع السيستم. اوكي، اذا حبيت الكورس معمق عندي في نفس القناة كورس على لينكس لكن باللغة الفرنسية وبالدارجة الجزائري. اوكي، هذا ما يمكن الان واحد يعرف. اوكي، ما يهمش، راح نشوفه مثلا لينكس تروح سواب ولا تروح الفيم، هذا اللي لازم تعرفه. من غير هذه ما عندها فايدة تعرفها من أجل التحضير للشهادة. الآن نشوف شيء ثاني، كيف تعمل ماونت بطريقة أوتوماتيكية. معناتها في حال قمت أنت بإعادة تشغيل الجهاز، هذا الماونت اللي عملته بالأمر ماونت راح يروح. ندخله على fstar. اوكي، ونروح نضيفه هنا لاين واحد. هي البست براكتس، من الاحسن انك تعمل نسخ الحاجة من قبل. اوكي، وتكون حتى اسهل في الاستعمال. vdb disk partition ونفسها هي XFS. هذه البارامتر ديفولت، هذه من أجل FSCK، واحدة من أجل الدامب. اللي حاب يشوف كاين documentation في الانترنت على هذا الرقمين اللي هو حذاري هنا يا. أي تغيير في الFS tab، أي تغيير في الFS tab لازم يكون بعده الأمر mount minus a. أوكي، تشوفوا وش قال، أنه البوينت هذا مش موجود. إذا vdb، أنا من المفروض أنا هنا يا نعمل vdb وشفتوا إذا صرت معك، إذا حدث معك هذا الايرور في حالة عملت ريبوت، السيستم اصلا ما راح يشتغل معك لانه راح يجي على هذا البوينت ويلصق فيه. لازم تعمل في هذه الحاله، لازم تدخل مثلا بالريسكيو مود ولا تدخل بالامرجنسي مود وتعمل موديفيكيشن على FST. اوكي، وبعدها تعمل اوتو ريلابل. راح نعمل نتأكد الآن mount minus i، ما عندي مشكل، يمكن أعمل ريبوت عادي. لأنه إذا عملت df من minus h راح تشوف أنه
الماونت راهو عندي. عندك طريقة ثانية تشوف بها الماونت أنك تعمل ألس بيالكم، راح تشوف أنه الآن في دي بي مربوط بالفولدر، ولنتأكد أحسن ديسك. وهذه طريقة اللي تخليك تتأكد أنك عمل تاعك في الامتحان راهو صحيح. ما تقومش بالأوامر والكوماند وانت متأكد 100% وتفوت من بعد تقول أنا عملت كل شيء لكن ما حصلت على الامتحان. الأهم أنك تتأكد أنك العمليات اللي قمت بها هي عمليات صحيحة وما فيها مشكلة، هي عمليات صحيحة وفيها مشكلة. وبهذه الطريقة يمكن أنك تحدث أي بارتيشن جديد، تعمل عليه أي فايل سيستم، وتعمل عليه ماونت في المكان اللي تحب. هذا فيما يخص الفايل سيستم. في سيستم خاص، إذا رجعنا على OTCFS tab اللي هو هذا، لأنه هذا اللاين في الFS tab شو معناته؟ معناته أنه الأول هو الديفايس اللي من الأفضل يكون بهذه الطريقة، تعطي الID عوض ما تعطي لا كل ID نجيبوه بالBLK ID. هذا المونت بوينت ولا الفولدر اللي حاب تربطه مع هذا، وهذا الفايل سيستم اللي استعملته من أجل تهيئة هذا الديسك. هذا البارامتر ديفولت، هذا البارت يبقى زي ما هو ما فيه. فيه نوع ثاني اللي هو سواب، ما عنده ماونت بس عنده الفولدر ماونت اسمه سواب. راح نشوفه طريقة تهيئة السواب بنفس الشيء. نفس الشيء عندك السواب هنا يكون تحضر بارتيشن وتعملها تيب سواب. إذا دخلنا على في دي بي راح نشوفوا أنه حاليا هذه راح استعملها للسواب، لكن هي عندها الاي دي 83 اللي هو معناته لينكس، موجهة أنها يكون فيها فايل سيستم مش شرط لينكس. خلينا نغيره تيب نتاع الخامسة ونرجعوها. إذا ما تعرفش شو معناتها ما تعرفش الرقم مين تجيبه، يمكن تعمل ال كبير وهو يشوف يعطيك كل البارتيشن تيب اللي كاينين، وتعمل هنا الكود. اوكي، اذا رجعت ودرت بي من جديد راح تشوف انها تغيرت لينكس سواب. لينكس سواب نقوم بالحفظ. اوكي، والان هذه الستيب الثاني. الستيب الثالث انك تعمل تحضروا الان. كيف نحضروا؟ ما فيش ميك اف اس، فيه امكا سواب. اوكي، اوبس، وتعطيه مباشره في دي بي 5. شفتوا الان نو لابل ايدي هو اللي عندي هنايا. اذا عملت الاس بي الكا حتشوفوا أنه هذا ما عنده شيء. إذا عملت بيالكا ايدي حتشوفوا أنه ذاك هو التيب سواب. عرفت باللي هذا أصلا سواب. بما أنه سواب راح نروح للأفس طاب ونزيدها. كيف نضيفه؟ نربح وقت كذلك. هنا نعمل نسخ لهذا اللاين، واني عارف باللي هو في دي بي 5 وما نغير ولا شيء. شوف طريقة اللي واحد يمكن انه يربح بها وقت. اعمل سيف حفظ وعوض ما نعمل ماونت ماينس اي. اوكي، عوض ما تعمل ماونت ماينس اي راح تعمل ماونت سواب اون ماينس.
إذا عملت swap on minus s راح تشوف كل swap اللي عندك حاليا. هذا swap الأول اللي كان فيه وهذا swap الثاني، لكن تشوفوا أنه حاليا البريوريتي في swap راح تكون للأول. أوكي، راح تكون للأول. يمكن واحد يغير هذا البريوريتي وتعطيها إذا كانوا عندك كثير، نقول أنه هذا اللي يصبح هو الأول مثلا يكون عنده minus a. هذه كيف نعملها؟ نرجع على الاب ستار هنا، هذا الديفولت راح تتغير، ما ناخذ البارامتر ديفولت بارامتر لكن نحط عليها بريوريتي ونحمل مثلا ماينس سواب اون ماينس اي سواب اس اوبس خصني اعملها سواب اوف على سلاش ديف في دي بي 5 واعملها اس ما هيش طالعه، اعمل مانس اي اس مدى ال البريوريتي اعطيتها بالماينس، هذه المشكله راح اغير البريوريتي اعملها بال مثلا 5. هاي ماينس اس سواب اوف بي دي بي 5 سواب اون بس ما غير. المهم شيء ثاني، لا 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 سيستم CTL نسيت دايما ريلود. في شيء غير مقبول هنا، لازم تعمل له ريبوت، لازم تعمل ريبوت في الحالة. هذه فيما يخص السواب، هذه فيما يخص السواب. أوكي، هذه فيما يخص السواب. الفرق بيناتهم أنه ما فيه بوينت فولدر من أجل هك. إذا عملت فري ماينس عش راح تشوف أنه إذا عملت سواب أوف على سلاش ديف مثلا في دي بي 5 وعملت فري ما عش راح تشوفوا أنه نقصت، لأنه بكل بساطة تم حذف سواب اون، تم حذف سواب اللي اضفناه، لكن بمجرد سواب اون ماينس اي راح يرجع مباشرة. شفت هنا الان جاب اوكي. هنايا الشيء الثاني اللي شفناه، خلينا نعمله ريكاب على ال على البارتيشن. اوكي، وفي نفس الوقت اذا عندكم اسئله يمكن نطرحها. انتم عندكم الديسك يكون على شكل VDA ولا SDA ولا شيء ثاني. اوكي، هذا تعمل له بارتيشن باستعمال اما اف ديسك او بارتد انت والشيء اللي تفضله. بعدها هذا راح يكون عندي الفي دي ا ا في دي ا دو مثلا وهكذا.
وصلت لهذا هنا راح ندير ميك فايل سيستم. هنا لازم نعمل فايل سيستم. الفايل سيستم نعمله بال كوماند mkfs make fs. اوكي، هذا في حال استعملنا الفايل سيستم، هذا في حال استعملنا الفايل سيستم. خلينا نكتبوها احسن بهذه الطريقة. إذا حبينا حطه في فايل سيستم لازم نستعمل mkfs. أوكي، وتقعد لك نفس بنفس الاسم slash dev slash vd مثلا. اوكي، بعدها يجب ان تعملها ماونت. اوكي، الماونت قادر يكون بصفة يدوية باستعمال الماونت، ولا بصفة تلقائية باستعمال fstar. اوكي، وقبل هذه لازم تهيئ الظروف باستعمال mkdir مثلا ديسك، وتحط بعدها mount slash dev slash video على ديسك. هذا بالطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنك slash etc slash fstab تضيف line. هذا اللاين وش فيه؟ في slash dev slash video ها الماونت اللي هو الديسك، الفايل سيستم اللي استعملته هنايا مثلا استعملت الـ XFS ديفولت. لما تكمل وتخرج لازم تعمل mount minus r. حذاري انك تروح تقوم بالتفعيل من جديد الجهاز وانت متأكد انه ما في اخطاء في الاف اس تاب. والطريقه الوحيده انك تتاكد من اللي ما في اخطاء هي الماونت ماينس. الشيء الثاني، اذا حبيت تنشا سواب هنا نستعمله سواب ابس. mk سواب عوض فاست. اوكي، يخرج لك نفس الشيء سلاش فيديا دوب مثلا. اوكي، بعدين تعمل له الماونت. الماونت هنا يسرى بنفس الشيء بطريقتين، باستعمال سواب اون ولا باستعمال OTC FST. اوكي، باستعمال سواب اون بستعمل له سواب اون دف فيديو دو، وللتأكد سواب اون ماينس اس. اذا حبيت تحطه بالطريقة الثانية اللي هي اوتوماتيكية في ال slash etc slash fstab، في هذه الحالة لازم تستعمل slash dev slash vd2 swap swap. إذا حبيت تعمل priority تعمل priority وتعطي الرقم، وهنا صفر صفر. بعد ما تكمل لازم تتأكد
بسواب on minds minds قبل لا تعمل ريبوت مثلا قبل، ولتأكد تستعمل slash mod. إذا حبيت تعمل إيقاف تشغيل swap مثلا، هنا تتغير الحالة ونستعمله swap off مباشرة اسم البارتيشن VDA2. هذا الشيء الثاني اللي يمكن نستعمله في التعامل مع البارتيشن ولا مع ستاندر بارتيشن، كان تيب ام بي ار ولا تيب جي بي تي بنفس الشيء. من الافضل اذا كان عندكم جي بي تي تتعاملوا معه بالبارتد، من الافضل ان تتعاملوا معه بالبارتد. احمد نعاود لكم المره الالف، هذا الكورس مش كورس لينكس، هذا الكورس مش راه يعطيكم واحد يتعلم، هذا لتهيئه الناس تعرفوا ايش هم المواضيع اللي لازم تكون تعرفهم للتحضير للار سي اس. معناتها اني نعطيكم رؤوس اقلام، اذا حاب تعرف في الار سي اس ولا لا تروح على الاوبجكتيفز اوكي، وتشوف اذا فيه لوكس ولا ما فيش اوكي. ما فهمت سواب فايل سيستم متى تستعملهم؟ سواب هو سواب يمكن تسميتها ميموري ذاكره اضافيه، راح تستعمل فيها الديسك من اجل الذاكره. مثلا عندك ذاكره الحيه الميموري خايف انها تكون تمتلئ، في هذه الحاله راح السيستم ياخذ بعض من البروسيس يحطهم في السواب اللي هو نقدر نسميه فيرتوال ميموري، نقدر نسميه فيرتوال ميموري مثل ويندوز مثلا، لكن فيرتوال ميموري في لينكس عندها مغزى اخر، عندها مغزى اخر. هل فيه اسئله اخرى؟ إذا ما في أسئلة أخرى راح نوصل لنهاية الحصة نهار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.